فاحنا اول مره عطاونا الوعد ديال 3 شهور، كنا في هذه البلايصه اللي هنايا، وعطاونا وعد ديال 3 شهور باننا خاصنا نحيدو من هنا ونمشيو لهذيك، دخلونا لهذيك البلايصه اللي شفتو تمايا، قال لك بالله ما صوبوا هذا السوق اليومي والمسائي. دابا راه خمسة سنين كي صورتو هنايا شفتو المارشي راه مشى بحال، وراه ما بقى لا مارشي لا والو للاسف. بالنسبه للمسؤولين حنا 5 سنين وحنا ما خلينا شي حاجه ما درناها معاهم، يعني دائما كنمشيو طرحنا عده اسئله ما كاينش للاسف، ما كاينش مع من تحاور. دابا فما كان شي حاجه في كتطبق علينا حنا، كيقول لك اودي مثلا نتوما احتلال الملك العام الى اخره. حنا دابا كنطالبوا هاد الناس، حتى حنا راه بغينا نستقروا، حنا عيينا بغينا نستقروا، بغينا ندخلوا لهاد كيف كيقولوا هما المارشي، هما راه ما بقى لا مارشي لا والو للاسف، راك شفتوا كاع تخربوا ولا مرتع المتشردين للاسف ما بقى. المشكل السؤال اللي مطروح هو ان هاد المارشي مشى بحاله، مشى ما بقاش صالح للاسف، ما بقاش خدام لا للخداره ولا للحواته ولا ما بقاش للاسف. حنا دابا كنعانوا الناس اللي يعني اللي في جنب المارشي، والناس اللي ساكنين حتى هما كيعانوا، ولكن للاسف حنا ما بيدينا حيله. كل شيء كيتعلق بالناس ديال المجلس، ولكن الناس ديال المجلس لا حياه لمن تنادي للاسف، ما كاينش مع من تهضر بصفه نهائيه. دابا حنا كنا في 3 شهور تولينا في 5 سنوات، المارشي مشى بحاله، لان هاد الناس هاد المسؤولين ما بانينوش هما من مالهم الخاص باش غاديين يعرفوا القيمه ديال هاد داك. حنا محتاجينه، حنا كناس ضعفاء وناس هذا محتاجينه، ولكن للاسف مع من غادي تهضر، عيينا ما نهضروا، ما عرفناش فين غادي نمشوا، ما عرفناش فين كنطلبوا من السيد العامل الا شاف هاد الروبورتاج وهذا باش يتدخل ويدير لنا شي حل، حتى حنا راه حنا عيينا للاسف. حنا بائع متجولين ديال السمك هنا، كيف ما كتشوفوا حنا دابا وسط المارشي عندنا، المشكل اللي عندنا هو المشكل ديال السوق النموذجي. حنا ما عرفناش هاد السوق النموذجي شكون اللي شاد زمام الامور ديالو. حنا الا مشينا عند الباشا كيقول لك اودي المسؤول على هاد السوق النموذجي هو رئيس المجلس البلدي. ملي كنمشيو عند رئيس المجلس البلدي كيقول لك اودي الباشا المدينه هو اللي مسؤول على هاد القضيه هذه. وحنا دابا المشكل اللي كاين هو انهم عطاونا وعودات باش اننا ندخلوا لهاد المارشي هذا، ولكن لحد الان انتم كتشوفوا فينا الحاله كيفاش دايره، يعني باقي ما كاينش شي، فهمتي، ما كاينش شي حل. الناس ما وصلوا معنا لا حل لا شي حاجه، كيعطونا وعودات. وغير البارح راه باشا المدينه راه جا هنايا للمارشي، وراه تقريبا راه كلشي كان، والطوابل ديالنا حنايا هنا كاع اللي خدامين بهم راه تلاحوا لينا في الشانطي. وملي كنهضروا معاه كنقولوا ليه شوف لينا شي بلاصه اللي نريحوا فيها، كيقول لك اودي ها هو السوق، ها هو كاين السوق النموذجي ديال المدينه ديال السوق القرب، ها هو كاين، ولكن اللي مسؤول اللي غادي يدخلكم هنا راه ما كاينش. ملي كنقولوا له اودي عليك كيقول لك اودي المشاكل اللي كاينين في هذا السوق، في هذا السوق النموذجي، يعني مشكل من جدر. قلنا له كيفاش من جدر؟ قال لك يا اودي راه كاينين وراثه ديالو كيقول لك اودي بان هذا السوق نايضين عليه في المحكمه، بان فهمتي بان السوق هذا ما عندوش شيء. المهم ها هو السوق كيفاش كتشوفوا فيه راه مبني، ولكن باش ندخلوا ليه حنا نولوا خدامين فيه راه حنا ما خدامين فيه ما والو، فهمتي. دابا هذا هو المشكل اللي كاين، وهاد الدراري كاملين اللي كتشوفوا بهم دابا راه كاملين حواشه، كاملين حريفيه، كلشي هنا هادشي الدراري جيتو دابا اليوم كاملين كاينين، وهذا هو المشكل اللي عندنا. وشوف هاد الحاله اللي كنعيشوا فيها حنا ما كرهناش ندخلوا السوق النموذجي من غدا، حنا يفتحوا معنا شي اتفاقيه ونحضروا معاهم وكلشي يحضر ونوصلوا واحد اتفاق زوين، فهمتي. وانت الا دخلتوا السوق لداخل راه غتشوفوا واحد الحاله يرثى لها. السوق دابا راه 8 سنين ونص باش مبني، ولا جيتي دير دابا واحد الجوله والسوق تلقى السوق راه كامل مشى، تلقى كامل. راه انت الا شفتي دابا غتلقى بانه البيشان ديولو راه هربوا، والكراجات ديولو راه كلشي محلول، وكلشي كيتغوت تما كاين، وكلشي الناس لداخل راه كاينين الشمكاره تيباتوا فيه لداخل، وكاينين كاع بعض المرات كاع كيتعرض كاع للكريساج هنايا. راه هو داز ليه الماء وداز ليه الكهرباء، وكيجي الباشا كيحيدنا من هنا كيقول لك اودي حنا غاتحيدوا لي من الشانطي، حيت هذا شارع عمومي يعني ما عندكمش الحق تريحوا فيه. قلنا له ودي حنا ما عندناش مشكل، دخلنا السوق النموذجي. الرساله الاخيريه كنبغي نوجه هذه الرساله للمسؤولين، وبالاخص السيد العامل اللي مكلف بينا هنا، يجي انه يتدخل في هذا الموقف هذا. عاش الملك. حنا كنطالبوا الجهات المسؤوله على هذه البلاد هذه، وبالاخص عامل الاقليم ديال اليوسفيه، انه يجي يطالع على هذه الحاله اللي فيها الخداره والبيع والشرايه. صاحب الديسير مولي الحوت انه هذا المارشي 8 سنين او ما يفوق على 9 سنين مازال هكاك داخل ليه الماء الضوء كل شيء، ومازال كل مره خويا كيلوحونا هنا
مره يلوحونا هنا، مره تولى الحاجه، مره تولى التيران اللي مره في السويقه، مره هنا، كل مره في كيحولونا. والمارشي 8 سنين او 9 سنين دابا ها هو مسدود، داخل ليه الماء الضو وكل شيء. حنا بغينا السيد العامل الاقليم ديال اليوسفيه، حنا بغينا السيد العامل يجي يطالع على هادشي والميزانيات، وبالاخص هاد الرئيس المجلس البلدي راه هو اللي داير هادشي كامل، انه هاد الميزانيات راه كاملين كيتخسروا على حتى حاجه. مهرجان دايرين له على البارود خاسرين فيه 200 مليون وما عرف شحال، والفراجه وكذا. حنا راه بغينا نصلحوا البلاد، ما بغيناش مهرجان. اجي واحد يغني لينا يدي 30 مليون ولا 40 مليون. حنا بغينا شي حاجه اللي تصلح في البلاد، يخدم فيها المواطنين، يستافدوا منا حنا كبيع وشرايه كل شيء. وهادشي اللي كان، واخص العامل الاقليم بغينا شي زياره يديرها هنا على غفله، تيجي يشوف البلاد كي دايره. هادشي اللي كنطالبو اخويا. مارشي قد الخلاق، شو الخضارة كديرو الحالات ديالهم، شو الحالة ديالهم كي دايرة، سلاتهم كتبات في الزنقة، وكراجات هنا مهم مسدودين، ولا لا إلا هو، أش غنقول؟ ومسؤولين كيقول لك شي كيلوحوك الباشا، شي يلوحوك الرئيس، شي يلوحوك الخليفة، والله ينصر سيدنا وصل. كنعانيو بواحد واحد الاقتصاد واعر شوية، وحنا عندنا مارشي مدة 9 سنين هو مسدود دابا. وبغيناه يتحل، بغينا السلطات كل واحد يجي يقمعك. بحال دابا حنا راه عارفين حاطين في الشانطي، ولكن البديل راه ما كاينش، شي حاجه البديله راه ما كايناش. بغينا الحل، وبغينا المسؤولين يسمعوا هذا الميساج، وبغينا المارشي يتحل.